وخلال هذه الجلسة عقب على الحملة الإعلامية العدائية لصحف فرنسية، فلنتابع. المؤسسات الجزائرية، كي نقول المؤسسات الدستورية الجزائرية، هي خط أحمر الحفاظ، وهذه من واجبنا كجزائريين، ولا نقبل أبدا أن تمس رموزنا لمؤسساتنا الدستورية والتعبير، وما قامت به وزارة الخارجية يعبر على هذا المستوى الذي وهذا الرد الذي عبرت عليه الجزائر بطريقة رسمية.